ما تكرفش عرفنا ان انت بتطير على الحيطه بتمشي ده عالدغر اللي يعمل يوم ما بيقولش يا لا تخان منك اتحدى وما كملش بقول غالة ما تتحطش عشان هحكم بيادامة غلطت في يوم هتتحاسب على كلامك وبلاش تعمل لي متخدر في برشامك وياللي انتو دايما كارهيني انا نفسي تبقى احسن مني انا عمري ما كرهت لكم الخير معرفش ليه بشرح مني قضيت انا تعبت معاكم ازاي اكمل وياكم عشان جدع ما تقدرونيش ما باجيش تملي على هواكم وانا في دقيقه ما حد زرني مره وشفت انا دقيقه نسيت العشرة غنت عليكو دي حقيقة وحشونا ناس في الدقيقة يا رب فكها كل اللي عنده كلمة يا ريت يا ريت يلمها طب ربنا ما يرميك في دقيقة ياللي تسمعنا سقفة محبة في الراجل الجدع وحشونا ناس في الدقيقة يا رب فكها كل اللي عنده كلمة يا ريت لما ورا الحادث أبطال مسمع اسمها ناس فاتت في الجبال وليها وضع يلا بينا ياللي انتو دايما كارهين انا نفسي تبقى احسن مني انا عمري ما كرهت لكم الخير معرفش ليه بشرح مني قضيت انا تعبت معاكم ازاي اكمل وياكم عشان جدع ما تقدرونيش عالرأي عالرأي وانا بدي محد يزرني مرة وشفت انا دقيقة نسيت العشرة وانت عليك دي حقيقة انا بقول يا رب ربنا ما يرميك في دقيقة ياللي تقوم تقف ربع دقيقة ربنا ما يرميك في دقيقة ياللي تقوم تقف ربع دقيقة وترفع ايديك للنيل اللي فوق ياللي انتو دايما كارهين انا نفسي تبقى احسن مني انا عمري ما كرهت الكل خير يا رسول اشرح مني بديت انا تعبت معاكم ازاي اكمل وياكم عشان جدع ما تقدرنيش مطرح ما تتوديكم هكون قاعد تستنيكم لو كنت قدامي كتيبه
شكر خاص لنجم مصر محمد نسيبة لحسن الأداء. خالد الأسطورة بيقول عريس الليلة 9-11.